كم هائل في الحقيقه من الاهداف بلس 90 بالنسبه للاهلاويه في الدقائق الاخيره في بعد الدقيقه 90، وده اللي شفناه في الفيلر اللي فات. ده عدد كبير جدا من الاهداف بالنسبه للنادي الاهلي على مدار تاريخه اللي قدر يحرز فيها اهداف حاسمه بعد الدقيقه 90، وفي الحقيقه هي كلها كانت اهداف حاسمه في مشوار النادي الاهلي في مختلف البطولات، فبالتالي كان شيء مميز جدا. كان اخرهم هدف امبارح امام مطلع الجيش. بينورني وشرفني في هذه اللحظات في الاستوديو معانا طبعا الناقد الرياضي الكبير طبعا استاذ محمد القوسي. استاذ محمد منورنا ومشرفنا. اهلا بك يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهديك على قناه الاهلي. اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. ايه الاخبار؟ عايز ابتدي معاك بمباراه امبارح، مباراه كبيره، مباراه عصيبه، فوز مهم للنادي الاهلي، 3 نقاط جاليين في مشواره نحو تحقيق بطوله الدوري. شفت المباراه دي ازاي امبارح؟ وعايز اللقطه يا عماره بتاعه صالح جمعه وعلي معلول اهدالي. يعني احنا يمكن زي ما انت قلت برضو من شويه، وزي ما احنا بنقول وزي ما كله يعلم، ان كل مباراه للاهلي اصبحت مباريات كاس مش مباريات دوري. يعني خلاص، يعني انت في مرحله يعني على طريقه خروج المغلوب، يعني او خروج اللي هتفقد حاجه هيتاثر بيها على طول. كل نقطه لها اهميتها، كل هدف ليه قيمته. مهم جدا انك تكسب كل ماتشاتك عشان توصل للنهايه السعيده اللي انت عايزها، وده اللي مركز عليه النادي الاهلي، انه بيلعب كل مباراه كقطعه منفصله تماما عن المباراه المختلفه. شفنا الاهلي بيعمل ده، يعني حتى من ماتش الاتحاد كان عمل ده، في ماتش المقاصة عمل ده، بعد كده ماتش المصري عمل ده، امبارح كانت ملحمه. مع انها كانت العمليه كانت ممكن تبقى سهله جدا، وكانت الامور سهله جدا في الشوط الاول، كان سهل جدا الاهلي يطلع باربع اهداف مثلا او 3 اهداف او 4 اهداف على الاقل في الشوط الاول، لكن عمليه اهدار الفرص ما زالت مستمره. يعني الفرص سهله جدا، لعيبه الاهلي بيضيعوها، فده بيصعب عليك الماتش. في السلبيه الوحيده اعتقد بالنسبه للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي اهم نقطه يا كابتن، يعني انت كله بتشتغل عشان يعني تحرز هدف في مرمى منافسك، فلما تضيع فرص سهله جدا 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 اكيد الامور بتصعب وتتعقد معاك. ربنا يسترها. وان الاهلي خلص جون مهم جدا وفي اخر دقيقه، يعني شوف امبارح كانت برضو الدقيقه الاخيره في كل شوط هي الدقيقه الفاصله، وده دل على القتال اللي عند اللاعب الاهلي، الروح، الاصرار، الرغبه على ان الحاجه دي موجوده جوه كل الاجيال في النادي الاهلي. اي حد بيرتدي تيشيرت الاهلي بيقاتل حتى اخر ثانيه، حتى اخر لحظه. شفنا الهدف الاول اللي جابه ازارو، واللي كاد ان يفقد فيه جيرالدو حياته بتدخل عنيف جدا من حارس مرمى الطلائع. كان لازم يطرد في الحقيقه. الحقيقه يعني مش عارف، يعني طبعا كان المفروض يبقى فيها قرار من الحكم. في لقطه مهمه قوي انا عايز برضه حضرتك تعلق عليها معايا. بص اللقطه دي، صالح جمعه وهو بيقبل راس علي معلول، في الحقيقه هو عمل اللي كل جمهور النادي الاهلي نفسه يعمله او كان نفسه يعمله امبارح بعد الماتش مباشره. ويعني لقطه مهمه جدا وبتدل على الروح العالي عند اللاعبين والترابط كمان اللي ما بينهم، يعني يا استاذ اوسي. طبعا طبعا، ده يعني حاجه مهمه جدا وتعبر على قد ايه احساس علي معلول بمسؤوليه، خصوصا بعد ما ضيع ركله جزاء يعني كان ممكن تكون مؤثره على مسيره الاهلي في الدوري. فهو يعني كان في حالة حزن جديدة جدا، ويمكن نتيجة إخلاصه ده ونتيجة لعبه ونتيجة ان هو راجل بيقاتل ونتيجة ان هو راجل كان بنيته الكاملة إحراز هدف، ان ربنا اكرمه بالهدف اللي جابه ده. يعني لا يسجل من ركله جزاء سهل جدا نسبه التسجيل فيها تكاد تصل الى 99%، ويسجل من كره صعبه جدا من مسافه بعيده جدا بقوه صعبه جدا ما يشوفهاش حارس المرمى. فده انا ربنا يوفقك لما تكون مجتهد وتكون مخلص، اكيد بيحصل لك حاجات زي كده. سيناريو متكرر كمان بالنسبه لعلي معلول بالتحديد. فاكر ماتش الاهلي والترجي في بطوله دوري ابطال افريقيا لما هناك في رادس، لما تسبب في الهدف الاول طبعا البطوله اللي قبل اللي فاتت. لما تسبب في الهدف الاول ورجع هو عمل جاب جون وعمل اسيست كمان هدف الفوز لاجاييه، فده بيدل على شخصيه اللاعب القويه في الملعب، حتى لو هو تسبب في هدف بيقدر يرجع على طول. هي دي الشخصيه اللي احنا محتاجينها اكيد. وعمل طبعا، وشفنا الجون اللي خلص بيه ماتش الاتحاد لما كانت الدنيا مقفوله وقدر يخلصه بتسديده، فهو من اللعيبه المميزه واللعيبه المؤثره واللعيبه يمكن اللي اندمجت مع الاهلي وعاشت مع الاهلي بدرجه كبيره جدا، لدرجه انه قاعد يكاد يبكي وهو قاعد متاثر بالحدث. الشيء الجميل طبعا ان من صالح جمعه اللي رجع بشكل كبير جدا وشكل مميز جدا. صالح جمعه يعني بات هو المايسترو بتاع النادي الاهلي، ده الاهلي كان بيفتقده من فتره كبيره جدا. ربنا يكرم صالح ويستمر على كده، وصالح لسه عنده كره اكتر من كده، لكن شوف لعبه ازاي، بتحس ان هو بيلعب يعني معلم، بيلعب في الملعب الكره بتاعته، حتى الكره اللي جاي منها جون شوف رميها ازاي ولعبها ازاي وشوف تحركاته ازاي وشوف اداؤه ازاي. الماتش اللي قبله هو جاب جون، الماتش ده عامل اسيست غير عادي صحيح، يعني جيرالدو يعني كان هيتقتل فيها، بس شوف يعني ازاي صالح جمعه موصله للجون
بهذا الشكل، مواصل الاثنين، شايف اثنين بيتحركوا وبيوصلهم بهذا الشكل، فطبعا تحيه ليه. ويعني الاهلي بيسترد واحد من اهم اللعيبه اللي مش هتكون مفيده للنادي، كان حاربنا منه بصراحه صلاح الحقيقه، يعني كان حاربنا منه من الاداء الجميل ده، طبق من الفواكه والحلويات الكرويه الجميله اللي المفروض صالح يقدمه لنا في كل ماتش. فكل ماتش بنشوف دلوقتي بتستمتع لما الكره تيجي في قدم صالح طبعاً. وما زال صالح بيحاول يسترد قوته البدنيه والفنيه والنفسيه والذهنيه، يعني رجعت بنسبه كبيره جدا. لكن عندما تكتمل هذه القوه داخل لاعب بحجم صالح جمعه، اعتقد ان ده هيكون واحد من اهم لاعبي الكره الموجودين على الساحه في مصر، وهيكون مفيد جدا ليس الاهلي فقط بل لمنتخب مصر. لان لما الاهلي بيعلى وفي لاعب عنده بتعلى، اكيد ده بيعلف منتخب مصر. شفنا ده في 2006 و2008 و2010 مع المنتخب، ولما بيحصل تراجع في النادي الاهلي نظرا لتغيير الاجيال او افتقاد بعض اللعيبه في مراكز معينه، بيحصل يعني دروب حتى بشكل عام في منتخب مصر. فنتمنى له التوفيق يا رب. يستحق يروح المنتخب الفتره الجايه؟ والله احنا يعني مش عايزين نتكلم على الحاجات دي، لان في النهايه ده اختيارات مدربين وده اكيد اكيد احنا يعني بنحترمها، احنا بس بنناقش او بنحلل. طبعا يعني طبعا انت في مصر بتفتقد هذا اللاعب، يعني في مصر هذا اللاعب مش موجود. يعني لما قلنا في لاعب او اثنين موجودين، المفترض في المنتخب يكون عندك لاعب او اثنين او ثلاثه موجودين في نفس في المركز العظيم ده والمركز المهم ده، لانك اذا فقدت هذا المركز فقدت نصف الفريق. يعني فمهم جدا ان يكون عندك وفره من هذه النوعيه من اللاعبين، وعندك بدائل مهمه جدا، حتى لو اي لاعب عندك اللاعب الاساسي تعرض لاي حاجه عندك لاعب يستطيع ان يتدو. وبرضه بنتحدث على النادي الاهلي، النادي الاهلي واجه ازمه لانه لم يكن عنده البديل الى ان ظهر صالح. فالمفترض ان الاهلي البديل يكون موجود، موجود عندنا ناصر ماهر موجود بشكل قوي وشكل طبعًا مميز طبعًا. لكن طبعا محتاج وقت ومحتاج خبرات أكيد. وبيلعب، فمهم جدا ان ده يكون ماشي مع ده، بحيث ان يكون عندك دايما اكتر من لاعب في اكتر من مركز. الفرق الكبيره اكيد تعمل كده، واكيد النادي الاهلي عامل ده وهيكون في حساباته ده في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. من ضمن المكاسب ايضا مباراه الامس عوده النجم الكبير وليد سليمان، تعليقك على هذه العودة وأهمية تواجد وليد سليمان مع الفريق خلال المرحلة المقبلة من وجهة نظرك؟ عندما يكون وليد سليمان في الملعب بتشيرت الأهلي كن مطمئنا، كن مطمئنا، كن مطمئنا على طول على طول. ليس لمجرد أنه لاعب موهوب أو مهاري أو لاعب كويس أو لاعب مميز، بل لاعب من اللاعبين المخلصين للقميص الأحمر، لاعب من العاشقين للكيان الأحمر، لاعب من المحبين للنادي الأهلي، لاعب اللي بيلعب وفي ذهنه أن في ملايين بيتفرجوا عليه، عايزين يضحكوا، عايزين يبتسموا، عايزين يفرحوا طبعاً. عايزين يشوفوا فرقتهم في التوب. ده وليد سليمان. لو عندك لعيبة كلها بداخلها ما بداخل وليد سليمان فعلا، كنت سترى فريقا يعني ناريا في الملعب. يعني وليد سليمان راجع من اصابه بعد فتره غياب وصلت الى 102 يوم بالظبط، فتره طويله جدا، تجاوزت يعني 3 شهور و12 يوم ما بيلعبش كوره. وحتى لما حاول يرجع في التدريبات كان قلق وكان منزعج لغايه ما راح المانيا التمي. والحمد لله هو اطمئن على هذا الامر. يلعب في اخر مثلا اقل من 20 دقيقه ويساهم في تغيير شكل الملعب ويبث نوع من الحماس ونوع من الروح ونوع من الرجوله ونوع من الاداء، وكل باصات مؤثره جدا والعاب مؤثره. يمكن التمريره اللي علي سددها معلول كانت من وليد سليمان، قاعد شايف الملعب وقاري الملعب. ده اللاعب اللي ان ممكن ما يكونش مكتمل بدنيا لكن مكتمل ذهنيا، مكتمل اهلاويا، مكتمل انتماء، مكتمل اهلاويا. لا ده تعبير مهم قوي، مكتمل اهلاويا يعني. فهو جاهز انه يلعب في اي وقت حتى لو يلعب نص رجل. فدخل الملعب عمل تغيير ووضح التغيير الكبير جدا لوليد سليمان. تحيه للحاوي المميز اللي كل جماهير الاهلي سعدت بعودته بالامس فعلا. واحنا هنا في الحقيقه بنحاول ندي كل واحد حقه، يعني حتى لو هو ممكن يكون فتره مش في مستواه بنتكلم، اكيد بنقول ان هو مش في مستواه، محتاج ان هو يستعيد مستواه. من ضمن اللاعبين فعلا نتكلم عليهم زي ما قال الاستاذ محمد القوسي طبعا ناقدنا الرياضي الكبير، ان وليد سليمان لاعب مهم جدا. لكن من ضمن المكاسب ايضا الاستاذ قوسي، امبارح حسين الشحات الشوط الثاني، رايك في ادائه ايه؟ بص انا عندي قناعه ان حسين الشحات من اللاعبين المميزين اللي هم من لاعبي القمه في الكره المصريه كويس، وده ليس جديد، وده من قبل ما يجي النادي الاهلي. هو جاي النادي الاهلي وهو لاعب يعني قوي ومميز، ولاعب من لاعبي الصف الاول، ولاعب كان له تاثيرا كبيرا في تجربته الاحترافيه في الامارات. وحسين شحات لما جاء الاهلي جاي برغبته الشديده جدا، عشان هو حابب يلعب للنادي الاهلي، حابب يشيل تيشيرت النادي الاهلي، حابب يساهم في انتصارات وبطولات وامجاد النادي الاهلي، او يكون له نصيب من المجد اللي موجود في النادي الاهلي. فجي وارد جدا ان اي لاعب يجي يحصل عليه ضغوط ويحصل عليه لود، خصوصا ان فتره مجيئه كان عليها كلام كتير جدا ممكن ياثر عليه. لكن اللي انا متاكد منه ان حسين شحات ما زال لديه الكثير، ما زال عنده قدرات عاليه جدا، ومتاكد ان الثوره الكرويه
الموجودة داخل حسين الشحات ستنفجر يوما من الأيام وسيكون هذا اللاعب مؤثرا جدا في نتائج النادي الأهلي وفي بطولاته، كما حدث مع فلافيو لما جه النادي الأهلي وقعد فترة طويلة جدا، ولدرجة الناس كان يعني بتهاجم سمان والجوزين عايزين يمشي بأي شكل. بعد كده يعني نتمنى الآن يعني رأس فلافيو تعود إليه. رأس فلافيو فعلا الراجل كان بيحط بدماغه على طول بقى، مفتقدين رأس فلافيو دي. رأس فلافيو دي لو موجودة في الأهلي دلوقتي تفرق كتير جدا، الاهلي بيوصل كتير جدا للمرمى فعلا. محتاجين يعني لو ماتش امبارح فيه اكتر من كوره قدام الجون كانت راس فلافيو على طول دول في الشبكه، ماتشات كتيره جدا واجهت النادي الاهلي كانت راس فلافيو تنقذك في هذه الامور. فاللاعبين من نوعيه حسين الشحات يحتاج الى نوع من الصبر، نوع من التقدير، نوع من التركيز. حسين الشحات يعني لابد ان الناس تقدره بالشكل الكافي، مش انا اقصد الجمهور طبعا، النادي الاهلي مقدره بشكل كبير جدا. البعض بيتكلم على انه صفقه يعني كلفت الاهلي مبالغ ماليه كبيره جدا، وقعدوا يهاجموا فان دايك لما راح ليفربول ب 75 مليون استرليني، اغلى صفقه، اغلى مدافع. مانشستر يونايتد اللي هو طبعا المنافس التقليدي والغريم بتاع ده هدف، دي راس فلافيو اهي، راس يعني هدف الفاصل في مباراه الاهلي والاسماعيلي في 2009 بالظبط. شوف كان بيخلص لك حاجات مهمه جدا، ده هدف غالي كلنا ما ننساهوش، صعب جدا. ادي يعني في انترناسيونالي البرازيلي يعني ده اللاعب يعني بيجيب يعني ده مهاجم الاهلي اللي لازم يسجل اي فرصه تجيله من نص فرصه من ربع فرصه، اللي هو بيسيطر على المنطقه الهوائيه في المرمى امام مرمى المنافس. يعني ان شاء الله الاهلي يتوفر عنده لاعب يعني بهذا القدر. يعني احنا عندنا في الحقيقه لاعبين مميزين جدا برضه، يعني احنا عندنا لاعبين كبار جدا في خط الهجوم، وبالتحديد عايز اخص بالذكر وليد ازارو حتى لو بيضيع بعض الاهداف يا استاذ اوسي، لكن لاعب مؤثر جدا. شفنا مباراه المصري هو ساهم في الهدفين بشكل اساسي، ومباراه امبارح احرز لا هدف طبعا يعني ما حدش يقدر يقول حاجه. ليه عنده جهد كبير جدا، اه بيضيع منه فرص كبير جدا، لكن شوف تحركه وتواجده، لولا انه كان متواجد في الحته دي الهدف ما كانش هيتم تسجيله. يعني اه في فرص اسهل من كده جات له وضاعت، بس لكن المؤكد ان وليد ازارو السنه اللي عدت كان هداف الدوري، يعني 18 هدف ثقه ايه ده، كان هداف الدوري السنه اكتر لاعب اجنبي جاب اهداف في موسم واحد، 18 في موسم واحد يعني. فاللاعب ما حدش يقدر يقول عليه حاجه يعني بالزبط. المؤكد ان وجوده واثر المدرب عليه لثقته فيه وثقته ان هو في اي وقت يقدر يعني يخلص فيه لعيبه كبيره جدا ولعيبه تقيله جدا. في بعض الاوقات يعني ممكن ما تديكش الشكل اللي مطلوب، ممكن ما تحققش الهدف المطلوب، لكن المدرب بتكون عنده ثقه ان وجود ده في الملعب في اي لحظه من اللحظات ممكن يحدث لك الفارق، زي ما حصل مع محمد صلاح مع ليفربول في بعض الاوقات اللي حصل فيه بعض الدروب في مستواه. كان يورجن كلوب عنده اصرار شديد جدا واصرار كبير جدا ان صلاح يظل موجود في الملعب، لو كان طلعه مثلا كان ممكن يخلص عليه مثلا يعني، او كان يقلل ويأثر على معنوياته، لكن ظل موجود في الملعب صلاح لغايه ما رجع واستعاد مستواه الكامل، وما زال من افضل اللعيبه، والنهارده مختارينه ضمن التشكيله المثاليه للجوله اللي موجوده. يعني مش واخد 7.7 من 10، واخد اعلى من سواريز، يعني اعلى حد ميسي واخد 9.9 من 10. الباقيين محمد صلاح ماشي معاهم بنفس المستوى، على مستوى عامل مباراه كبيره جدا وسط في سوء حظ برده غريب، يعني كوره جايه في القائم وكوره يعني فلاعب هناك بيحسبوها مش شرط ان يجيب جون، لكن اداؤه كان مميز جدا وكان مؤثر جدا رغم ان فريقه خسر بالثلاثه، وهي نتيجه بالمناسبه نتيجه يعني لم يكن يستحقها ليفربول خالص لكن يستحقها ميسي الحقيقه، ميسي بس يعني هي برشلونه هتعمل ايه بعد ميسي يا استاذ اوسي من وجهه نظرك؟ لا اعتقد ان الدنيا هتختلف تماما، يعني زي ما حصل في ريال مدريد بعد رونالدو اكيد برشلونه بعد ميسي الدنيا هتختلف تماما، لكن احنا مش متخيلين كره القدم بعد ميسي ممكن يبقى شكلها ايه الحقيقه، لان حتى الان يعني يمكن في كل النجوم الكبار المواهب الكبيره جدا في الكره المصريه سوري في الكره العالميه نتمنى الكره في الكرة العالمية لما في أواخرهم بيكون حد ظاهر تاني، احنا مش شايفين حد على نفس المستوى. احنا كنا نأمل في نيمار يسير على نفس اللي هناك، لكن نيمار ما زال بعيد عن ميسي قوي وبعيد عن رونالدو مع احترامنا وتقديرنا لقدراته وإمكاناته العالية، لكن ميسي ده حاجة مختلفة جدا في كرة القدم، حاجة يعني غير عادية وغير طبيعية في كرة القدم، اللاعب الذي يمكن ينهي لك أي مشاكل حتى لو كان ليفربول مسيطر من اول دقيقه في الشوط الثاني لغايه ما هو جاب لغايه ما حصل الجون الثاني. يعني ليفربول بيدور على هدف التعادل عشان يخلص ويحسم، فاذا بيه يخش فيه جونين وربنا يسترها معاه كمان وما يجيش جونين ثاني في البلاس 90 يعني يعني حتى اخر كره كانت جون يعني. فده لعيب غير عادي في كره القدم طبعا يعني. ده هو الشيء بالشيء يذكر في الحقيقه، ده اللي خلانا نتكلم يعني على برشلونه وليفربول بالامس. لكن عايز ارجع لمباراه الاهلي امبارح و
تغييرات مستر لاسارتي في الشوط الثاني وتعليق ناس كتير جدا من الفنيين ولاعيبه كره القدم القدامى واشادوا بهذه التغييرات. في المقابل في البعض يمكن انتقد هذه التغييرات. من وجهه نظرك شفت ازاي تغييرات مستر لاسارتي المجازفه في الشوط الثاني واللي ادت في النهايه لفوز النادي الاهلي؟ بس هو يعني دلوقتي يعني المؤكد ان مستر لاسارتي كما كل الاهلاويه جمهور الاهلاويه واعضاء الاهلي ومسؤولي الاهلي وكل اللي ليه علاقه بالاهلي لا ينتظم الفريق غير انه يكسب الثلاثه بونت. اكيد لاسارتي موجود في نفس الدايره وعنده نفس الفكر وعنده نفس الاهتمام بهذا الشكل، وهو يعلم جيدا انه بدون الانتصار فلن يتحقق المراد المطلوب، بدون الانتصار لن تصل الى المرحله الكبرى التي تريدها او اللي انتظرها الجمهور، بدون انتصار لن تصل الى رقم 41 في دوري الدرع الدوري اللي منتظره جمهور الاهلي اللي ان شاء الله يعوض بيه الفقدان الافريقي اللي حصل له هذا الموسم. فمهم جدا الاهلي ياخد هذه البطوله دي، ومهمه جدا للاسارتي ومهمه جدا للنادي الاهلي ولمجلس اداره النادي الاهلي. لاسارتي شاف ان الامور عندته كتير جدا في الشوط الاول وضاعت منه فرص كتير جدا في الشوط الاول، والمباراه بتقترب من ايدها وكوره واحده تقريبا اللي راحت على مرمى النادي الاهلي او اثنين حسب منهم واحده ركله ده فعلا. واصبحت نتيجه 1-1 ولم يبقى من الوقت الا اقل من نصف ساعه يعني، فليس امامي شيء اخسره يعني، ما انا معايا نقطه يعني وخلاص، والفرقه الجيش متراجعه ومش عايز اكتر يعني، وكل الموجوعه جوزيه كان بياخد القرارات دي موجود، جوزيه كان بيلعب بسبعه مهاجمين يعني لو نفتكر الماتش التاريخي بين الاهلي والاسماعيلي 4-4 جوزيه لم يترك لاعبا مهاجما بجواره على الدك، دفع بكل طلع كل المدافعين اللي موجودين في الملعب، مباراه تاريخيه يعني لان خلاص انا بلعب على بطوله، فانا ما كانش ينفع ان الاهلي يعني يفقد نقطه في مباراه نقطتين في مباراه الامس او يفقد ده. انا بص يعني لعب بطريقه يعني اصابت يا ثلاثه اول بقى واصابت معاه الحمد لله، فدفع بثلاث من القوى الهجوميه لما جيرالدو طبعا لظروف اللي حصل له حصل له طبعا نوع من الدوران وفضل رعب، فنزل عبد الله الشحات، بعد كده نزل حسين الشحات وبعدين حسين الشحات بعدين اجاييه وبعد كده الحاوي، وكل منهم كان ليه بصمه، وان كان يعني ما زال اجاييه نحتاج منه اكتر مما هو فيه وما هو عليه الان يعني، بقى له كام ماتش كده الامور مش مظبوطه معاه، لكن مؤكد ان ده من اللاعبين المهمين واللاعبين اللي عندهم مهارات، ان في لعيبه عندها اساسيات ما تقدرش تنكرها، ممكن في بعض الوقت يحصل لها نوع من التراجع، لكن اكيد المؤكد ان هي في وقت معين هتطلع وهتظهر لك يعني، لكن هذا الكوكتيل هذا الثلاثي كان ليه تاثير فعال وقدر يخلي يحط الجيش تحت وضع او الطلائع تحت ضغط طول الوقت حتى تحقق الهدف المطلوب، وكان ممكن يتحقق هدف ثاني بعده وهدف رابع، لكن لم يساعدهم الحظ في هذا الامر. طيب ده كان ملف مهم جدا، مباراه الاهلي وطلائع الجيش امبارح وفوز غالي بالنسبه للنادي الاهلي، نتمنى الاستكمال والتواصل والمواصله في الفوز والانتصارات في مشوار النادي الاهلي المتبقي من بطوله الدوري. ده كان ملف من ضمن الملفات المهمه قوي اللي هنتكلم عليها مع استاذ محمد القوسي ضيفنا العزيز النهارده، ملف التعليق الرياضي ده ملف مهم في الحقيقه في مصر، واحنا اكيد بنشوف معلقين كتير جدا، في منهم مميز جدا وفي منهم اللي حتى لو كان مميز بيحاول يقول بعض التعبيرات اللي ممكن تخونه في بعض الاحيان يعني. فبالمناسبه دي يعني احنا معانا على الهاتف طبعا كابتن رامي بهجت. كابتن ايه بقى؟ دكتور رامي بهجت اللي عمل طبعا الدكتوراه، رساله الدكتوراه اللي قدر ان هو يحصل عليها، واحنا اكيد بنبارك له بشكل كبير جدا. يا دكتور رامي مساء الخير عليك. مساء الفل عليك يا استاذ امير، ومساء الخير على الناقد الرياضي الكبير طبعا استاذ محمد القوسي. تحياتنا ليك، وبنبارك لك بشكل كبير جدا على رساله الدكتوراه، وهي حاجه فريده من نوعها ان انت دلوقتي حد يفكر ان هو يعمل دكتوراه في التعليق الرياضي. فكرت في الدكتوراه دي ازاي، وفكرت انك تحاول تحصل عليها ازاي، وايه اللي خلاك انك تفكر اصلا انك تحضر دكتوراه في التعليق الرياضي؟ والله طبعا يعني بالتاكيد لما يكون معلق رياضي و اكيد اول حاجه هيفكر فيها هو مجال عمله، فانا طبعا معلق رياضي من 2005. حلو. فالبدايه قبل الدكتوراه كمان فكرت في ان انا اعمل رساله ماجستير في التعليق الرياضي، وتحديدا في الاعلام الرياضي في كليه التربيه الرياضيه بنين جامعه حلوان. كانت رساله الماجستير برضه في التعليق الرياضي كانت عباره عن عنوانها معايير تقييم اداء المعلق الرياضي لكره القدم، ودي قدرنا نحط فيها معايير لما هو يجب ان يكون عليه المعلق الرياضي من مواصفات وشروط طلعنا مقياس كامل لما يجب ان يكون عليه المعلق الرياضي. وحبيت بقى في رساله الدكتوراه ان انا استكمل الموضوع ده كله، وعملت بقى من خلال دراسه مقارنه للتعليق بين اللغه العربيه الفصحى والتعليق باللهجه العاميه. ده مهم قوي،
دي جزئية مهمة جدا، لأن في ناس بتخلط التعليق باللغة العربية أو اللهجة العامية واللغة العربية الفصحى يعني. طبعا يعني أنا عايز بس ما اتفضل لو حاجة عايز أهني الدكتور رامي، تهانينا ليك بهذه الرسالة المهمة. وزي ما قال الأستاذ أمير إن هي لأول مرة حد يقتحم هذا المجال ويدخل، وده مجال مهم جدا، إنك أنت مهم إنك تخش في منطقة ما حدش شايفها وما حدش دخل فيها قبل كده فتتحرك فيها بشكل كويس طبعا. يعني الرسالة بتاع حضرتك زي ما عرف وهي الاستخدام المعلق الرياضي للهجة اللغة العربية الفصحى واللهجة العامية يعني. طبعا احنا عندنا زي ما حضرتك شايف، انا مش عايز احرج حضرتك علشان طبعا دول زمايل ليك بالدرجة الاولى، لكن احنا بنتكلم في حاجة علمية بالدرجة الاساس، في فوضى في عملية التعليق الرياضي فعلا، دي حقيقة. والبعض المعلقين بيتخيل ان الميكروفون اللي موجود معاه ده ملك ليه وقاعد في بيته يتحكم ويتعامل به كيف ما يشاء. يعني عايز حضرتك برضو من خلال الرسالة دي يعني بعجالة وبمنتهى الدقة، ما هي ابرز المواصفات اللي المفروض تكون موجودة في المعلق الرياضي علشان نصلح عملية التعليق الرياضي في مصر؟ يعني مش ناقصة كمان التعليق الرياضي يتحول لمشكلة وأزمة صح. رياضية صح. ونرجع ونتخلف فيه ويبقى مسار جدل وخلافات بين المصريين يعني. والله كلام حضرتك مظبوط 100%، ويمكن برضو ده كان من ضمن الحاجات الأساسية اللي موجودة في رسالة البحث ومن أبرز الحاجات اللي لازم تكون موجودة في المعلق الرياضي، شروط ومواصفات قبل عملية التعليق وشروط ومواصفات أثناء عملية التعليق. خلينا في اللي قبل عملية التعليق دي، لازم يكون الأول المعلق الرياضي على الأقل لازم يكون حاصل على مؤهل عالي عشان يكون مستوى التفكير والحوار وإدارة الحوار يكون بشكل جيد. ثاني حاجة يكون عنده مخارج الألفاظ سليمة ووضوح الصوت، ولازم كلامه يكون متفسر عشان الناس تفهم وعشان ما يبقاش مخارج الألفاظ مش مظبوطة والكلمة أو الحرف الأخير في الكلمة لازق في الحرف الأول من الكلمة اللي بعدها، وبالتالي يكون ما فيش وضوح في الكلام والمتلقي يجد معاناة وهو بيسمع المعلق. دي مهمة جدا. كمان لازم يكون بيغير من أسلوبه وطريقة تعليقه ويغير من وتيرة الأداء ويغير من طبقات الصوت كمان عشان المشاهد أو المستمع ما يملش. لازم يبقى فيه أنواع كده من التعليق، يبقى فيه يغير بين الصوت القرار والجواب اللي هي الطبقات الغليظة والطبقات الحادة. لازم يكون كمان المعلق في الحد الأدنى من المسؤولية، ودي بقى مهمة جدا جدا، الحد الأدنى من المسؤولية، لأن المعلق مسؤول عن الميكروفون مدة تزيد عن 90 دقيقة فعلا فعلا. وبالتالي وفي اسر بتقعد تسمعك في البيت وفيها يعني ناس بتبقى قاعده مركزه معاك ومع كلامك، مهم جدا ان انت تنتقي كلامك بالشكل اللي يناسب هؤلاء الناس اللي بيتفرجوا عليك وبيسمعوك، يعني ده شيء مهم جدا. بالظبط كده، لان انا بخاطب فئات الشعب كلها، فلازم يكون الكلام على مستوى الفئات كلها. لازم برضو تنزل للناس اللي هي مستوى طبعا. تفكيرها قليل شويه، ولازم تتكلم الناس اللي مستوى تفكيرها راقي. دي معادله بقى اللي يعملها لازم يكون المعلق بيفكر في الاثنين مع بعض، هتتكلم في دي لوحدها مش هينفع، هتتكلم في دي لوحدها مش هينفع. كمان لازم يكون في حد ادنى من المستوى المقبول للكلام، ولازم يكون في نوع من انواع احترام المشاهد اللي او المستمع اللي بيتلقى الكلام. فلازم المعلق المسؤول زي بالظبط كده الميديا او الممثل اللي بيدخل بيوت الناس، لازم كلامه ده بيتفرج عليك ملايين في لحظة واحدة. وفي حاجة اسمها نظرية الغرس الثقافي في الإعلام، إحدى نظريات الإعلام بتقول لك برضو إن الناس كثيف المشاهدة لمباريات كرة القدم أو للإعلام بصفة عامة، بيأثر وبيعمل مردود داخلي ونفسي عندهم، وبيكونوا حاجة اسمها صورة ذهنية داخلية عن الكلام اللي هم بيتفرجوا عليه. فأنت لو اديت لهم قعدت تدي كلام كويس وكلام محترم وكلام فيه مثل ومبادئ وقيم وحاجات كده اثناء التعليق، غصب عنهم هيترسخ عندهم صوره طبعا. ذهنيه الكلام أكيد. باحترام، وهيبقى في قابليه ان هم يطلعوا الكلام ده في الواقع. فدي مسؤوليه كبيره جدا، المعلق ده مسؤوليه كبيره جدا جدا، ولازم يكون الكلام منتقى بشكل كبير جدا. اكيد. دكتور رامي بهجت طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا وببارك لك مره ثانيه على حصولك على الدكتوراه في التعليق الرياضي، وفي الحقيقه هو من المعلقين المميزين جدا استاذ اوسي في الحقيقه، الواحد بيحب يسمعه دايما، فكانت جزئيه مهمه في الحقيقه. لا طبعا كابتن رامي الواحد سمعه اكتر مره نموذج الاحترام، فلما طبعا. الواحد لقاه عامل دكتوراه فانطبقت الصوره يعني أكيد. فعلا حد محترم، فكون ان حد قدامه ميكروفون ومعاه رساله دكتوراه فاعتقد ان دي قيمه علميه وقيمه واقعيه كبيره جدا يعني. اتمنى ان كل المعلقين في مصر يعني، او دي الرساله اللي لازم بقى حضرتك توجهها للمعلقين بالضبط يعني، انا عايز المعلق اللي يكون موجود تعليق بالادب والاحترام وبالقيم والاخلاقيات، وان انا لا انكر على احد انتمائه
باي شكل من الاشكال. اي حد فينا كمصريين من حقه ان يبقى اهلاوي زملكاوي اتحداوي اي حاجه انت عايز يبقى زي ما انت عايز, بس انت لما تمسك الميكروفون فانت ملك الناس كلها, ملك ال100 مليون مصري اللي موجودين قدامك. صح. لابد ان تقدم لهم صوره محترمه وصوره, اعتقد ان في نماذج ونوعيات من المعلقين الناس كلها بتحترمها من زمان لما كنا بدانا خالص. ويعني المعلقين الاوائل الكابتن محمد لطيف راجل معروف بزملكاويته, لكن كان الاهلاويه بيعشقوه كما يعشقوه الزملكاويه. لما تيجي كابتن ميمي الشربيني نفس الحكايه. عمري ما حسسنا محمد لطيف اللي سمعوه, طبعا احنا سمعناه في المراحل الاخيره, ان هو يعني بيميل للزمالك وممكن يجي الاهلي او يقعد يلقح كلام على الاهلي او يقول كلام يضايق جمهور الاهلي, وعمري ما فعلها ميمي الشربيني, وعمري ما فعلها كل المعلقين كابتن علي زيور يعني وكل المعلقين كابتن حسين مدكور, مجموعه كابتن احمد عفت, مجموعه كبيره جدا من المعلقين الاوائل كان لديهم الادب ولديهم قيمه ولديهم الاحترام ولديهم التقدير, لانهم عارفين انهم ما بيخش البيوت, لان احنا بنشوف الماتش بلسانهم بكلماتهم بعقلهم برؤيتهم هم. فاتمنى ان يحترمونا ويحترموا الشعب المصري كما نحترمهم. يحترمونا مهم جدا يعني. طيب في حاجه عايز تضيفها؟ لا خلاص يعني. طيب ده بخصوص ملف التعليق الرياضي. في ملف اخر بقى غايه في الاهميه يا استاذ اوسي في الحقيقه, وانا يمكن خبر كنت علقت عليه في الاخبار اللي كانت معانا هو خاص بالتحكيم المصري, وخبر يمكن مستفز شويه من وجهه نظري يعني في الحقيقه. بدل 25000 دولار يدفعها النادي عشان يجيب حكام اجانب, لا يدفع 50000 دولار عشان احط له عائق ان هو ما يجيبش حكام اجانب ويلجا للحكام المصريين, بدل ما انا افكر ازاي اطور التحكيم المصري. تعليقك ايه بقى؟ قول. وده زبده حاجه تضحك. حاجه غريبه في الحقيقه يعني. انا طب افرض راح دفع 50000 دولار يعني هتعمل ايه؟ في انديه قادره على ان هي تدفع 50000 دولار, 100000 دولار واعمل اللي انت عايزه يعني. بفلوسك هجيب اي حد يحكم لي ماتشات, مفيش مشكله يعني. انا بتكلم على ان خلينا نمسك العمليه, احنا السنه دي اكبر عدد من الحكام الاجانب في تاريخ الدوري المصري لم تحصل على الاطلاق. حتى المرحله اللي احنا فيها دلوقتي 22 طاقم تحكيم اجنبي اداروا 22 مباراه في الدوري المصري, ما حصلتش على الاطلاق. وكنا بنقول ان احنا عندنا ماتشين في الدوري المصري بيديرهم حكام اجانب اللي هم ماتشين الاهلي والزمالك فقط لا غير, وده كان بقرار من المجلس الاعلى للشباب والرياضه من وزاره الرياضه بكل مسمياتها, وكانت وزاره الشباب والرياضه بتتحمل تكاليف هذا, لان لا الاهلي بيتحمل ده ولا الزمالك بيتحمل ده, الدوله بتتحمل ده نتيجه لان الاهلي والزمالك يعني هما التوب في الكره المصريه ومعروف مدى الحساسيه اللي موجوده, فكان انت بتحمل الحكم المصري وتبعد عن الجزئيه دي. لكن الحكم المصري كان بيدير كل ماتشات الاهلي والزمالك مع اي فريق تاني. فوجئنا طبعا بما حدث ان التكلفه تجاوزت حتى الان 8 مليون جنيه. حضرتك لو انفقت ال 8 مليون جنيه منظومه اللي هتتصدر للناس ان يشوفوا ارضيه ملعبك ارضيه عظيمه جدا, مفيش الحفر, مفيش لما لاعب يضغط على الارض تلاقي الدنيا طلعت وراه وحاجات ما زال, كل ده اكيد هينتهي لان يعني عشب طبيعي على اعلى مستوى. في شبكات صرف تستقبل كميات المياه, طبعا مش هيكون في مياه خالص طبعا لان احنا هنلعبها في شهر 6 وشهر 7, فالامور هتكون الاضاءات الدخول الخروج التامينات الكاميرات الشاشات العرض اللي موجوده جوه الملاعب بوسائل الترفيه اللي موجوده الخدمات اللي هتقدم للجماهير اللي هيكونوا موجودين سواء في المأكولات او المشروبات او في قبل المباراه او بين الشوطين او بعد المباراه, اعتقد كل الحاجات دي معمول حسابها في اهتمام كبير جدا لان الدوله المصريه نفسها مهتميه بهذا الامر. فاعتقد عندما الدوله كلها تهتم بهذا الامر والسيد معالي رئيس الحكومه المصريه الدكتور مصطفى مدبولي مهتم بهذا الامر, اعتقد ان الامور هتكون مختلفه تماما وهتمشي في الطريق الذي يصل بنا في النهايه الى تقديم بطوله نموذجيه تليق بمصر, لا سيما وان هذه البطوله استثنائيه لان الاول مره كان ب 24 فريق. فان شاء الله كل التوفيق للدوله المصريه وللرياضه المصريه بشكل عام. ان شاء الله اكيد نتمنى كل التوفيق لمصر في تنظيم هذه البطوله وكمان لمنتخب مصر بالفوز بهذه البطوله, وده الهدف الاساسي والاسمى بالنسبه لكل المصريين. يا استاذ اوسي انا يعني اتشرفت بتواجد حضرتك وكنت سعيد جدا بهذه الفقره. ربنا يخليك يا كابتن امير, ويا رب دايما موفقين ودايما مميزين, وانا اللي دايما بتشرف بالتواجد على شاشه قناه الاهلي معاك. ربنا يخليك, نورتنا وشرفتنا استاذ محمد الاوسي طبعا الناقد الرياضي الكبير. مع نهايه حلقه النهارده تطرقنا معاه للعديد من الامور على الساحه الرياضيه المصريه بشكل عام فيما يخص النادي الاهلي, الكره المصريه, الرياضه المصريه, كمان تطرقنا لبعض الامور الخاصه بالكره الاوروبيه, شيء مهم جدا, فقره كانت مميزه في الحقيقه, واكيد نتمنى كل التوفيق للرياضه المصريه بشكل عام وكمان بشكل خاص جدا جدا كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله الحاسمه المقبله في بطوله الدوري. 6 مباريات هيبتدوا بمباراه يوم الاحد الجاي امام النجوم,
مباراه تلو الاخرى ان شاء الله تقود النادي الاهلي لصداره بطوله الدوري والحصول على هذا اللقب للمره ال 41 في تاريخه باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي. ومع نهايه الحلقه هسيبكم مع فيلر لنجم كبير من نجوم النادي الاهلي العائدين هو وليد سليمان. استنونا في حلقه جديده من كلام في الميديا ان شاء الله. الى اللقاء. وليد سليمان وشنطة الاجوان وكأنه كلمة السر. وليد سليمان، وليد سليمان على طريق كريستيانو، وليد سليمان يلقي بكلمة افتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر للمدرب البدري. إنما وليد إيه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول. يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد يا سليمان.